دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بتكليف من رئاسة الجمهورية موقعا إلكترونيا توعويا عن فيروس كورونا. يشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن أيضا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من الفيروس.